جينيرال مزيان الحمد لله كان داكشي في مستوى كان لا بروميير نوت داكشي المهم لا كونطابيليتي غراسا المهم كنا في ليكور كان واحد البروف مزيان عنايه المهم هما اللي عاونونا بزاف والحمد لله كان داكشي في المستوى وكنشكر الاستاذ عبد العالي بزاف غراسا الوجب بنات لي نوت مزيان الحمد لله. كيفاش تلقيتي الخبر ديال النجاح ديالك وكيفاش؟ تريشارجيت ابليكاسيون اوتلوك كونيكتيت الاغ ديالي المهم كنت جالسه البارح مع ديك العشره قلت شولوت تلونسا الميساج صافي لقيت راسي ناجحه الحمد لله فيك مونسيون بيان. البارح عرفتي راسك يعني ناجحه وهذه علاش جيتي زعما اليوم هنايا وهذا باش تشوفي زعما صحاباتك اللي ساقطين ولا علاش؟ لا باش نتقاسم الفرحه مع ميزامي وداك الشيء ونتاكدوا المهم كانت فرحه الحمد لله وفرحنا والدنا راه ما خيبش الله ظلنا فيه. الزملاء ديالك في القسم هذاك شكون شي ناجح ولا غير انت؟ بريسك كلشي تقريبا المهم كاين وحده سقطات ودي غاتخطاش خلال ماشي بزاف الحمد لله كان كلشي مزيان. كلشي نجح كنتمناو لكلشي التوفيق في المسار اللي جاي وكنبغي نشكر اول حاجه الله سبحانه وتعالى اللي وفقنا كنبغي نشكر مدرسه العنايه اللي وقفوا معنا استاذ حمزه استاذ عبد العالي ومحسن ان شاء الله كل شيء عندهم فضل كبير وقفوا معنا من اول ديال العام جنود الخفاء كنبغيو نشكرهم بزاف والحمد لله مبروك على الجميع. انا راجي نشوف الدراري وما عنديش الحصيله اش معاهم تمحلنا معاهم وقاسينا معاهم والله يهديهم والاساتذه ما صعبوا معاهم وخدموا بساكن وتخلعوا نهار الامتحان تخلعوا نهار الامتحان تخلعوا بزاف كاع. واش كنتو متوقعين النتيجه هنا ولا شفتوا في؟ لا شفنا البارح وجينا نشوفوا الرقم دابا هنايا. ايوا الله يديهم والله يكمل عليهم والله ينجح التلاميذ الاخرين اللي الدوره الاستدراكيه الله يسهل عليهم. هادشي اللي كنتمناو واخا كان عندهم شويه صعيب هذا العام شويه صعيب. صعبوا عليهم شي ماده ما كانوش كاع عارفينها ما قراوهاش. الماده اللي قالت لك ما توقعوش في بنتي دايره ايكولومي. بنتي دايره ايكونومي ما توقعوش كاع واحد الماده ما قراوهاش كاع نهائيا وتحطات لهم ربي يخليك. شداتكم